السلام عليكم. غانتس يحذر نصر الله، لبنان سيكون الثمن إذا تعطلت المحادثات البحرية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من أن لبنان سيعاني من عواقب وخيمة إذا نسف حزب الله المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. وخلال مشاركة في مؤتمر معهد مكافحة الإرهاب في جامعة رايمشان بمدينة إرستيليا، قال غانتس إنه إذا أراد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تعطيل المحادثات الجارية فهو مرحب به للقيام بذلك، لكن الثمن سيكون لبنان، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة للتواصل إلى اتفاق يساعد كلا البلدين اقتصاديا في مجال الطاقة. وأضاف: أعتقد أنه سيكون هناك حفارتين غاز في البحر، واحدة على الجانب الإسرائيلي والأخرى على الجانب اللبناني، مشددا على أننا سوف نحمي منصات الغاز الخاصة بنا في كل الأحوال. بدوره اعتبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي المحادثات البحرية كانت ذريعة لنصر الله لتكثيف التهديدات، نريد إضعاف نفوذ حزب الله في لبنان، لهذا نحاول دفع المفاوضات حول الحدود البحرية إلى الأمام، هذا مفيد للاستقرار الأمني والاقتصادي للبنان. وأعرب عن أمله بأن تعمل القيادة اللبنانية أيضا للتوصل إلى اتفاق وأن لا تسمح لحزب الله بزيادة عدم الاستقرار، مضيفا: تهديدات نصر الله لا تردعنا، وستبدأ منصة كاريش في إنتاج الغاز بمجرد أن تصبح جاهزة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.